أمينة حسين، فنانة تشكيلية، خريجة المدرسة العليا للفنون الجميلة، متحصلة على شهادة البكالوريا الفنية والشهادة العليا للفنون التشكيلية. وبعيداً عن المرض والكورونا، ففكرت أني أنجز لوحات فنية تشكيلية للمشاركة في المعارض الوطنية وخارج الوطن، معارض افتراضية أو بما نسميها معارض إلكترونية. سبق لي وأن شاركت في المعارض الوطنية وخارج الوطن، كانت لي سفريات في جمهورية مصر العربية، ثم شاركت في معارض أخرى في فترة الكورونا وفترة الحجر الصحي بمعارض إلكترونية في تركيا وأبو ظبي. فيما يخص التقنيات المستعملة في لوحاتي، هي تقنيات ثلاثية الأبعاد لغولياف إلى باغولياف. فيما يخص الألوان، أختار دائما الألوان الدافئة، عادة ما أميل إلى الألوان الدافئة، تشعرني بالبهجة وتشعرني بالهدوء والرومانسية والإيقاع الفني بالنسبة للريشة. لوحة ثلاثية الأبعاد غولياف، فشخصت فيها هذا الشيخ لقراءة القرآن والمصحف والكتب، كلها ثلاثية الأبعاد. الفرق بين التقنيتين أن التقنية هذه الأولى، البعد الأول أو البعد الثاني هو في المقدمة، أما الأبعاد الثانية فتكون في الأخير، في البعد الثالث والرابع، في الأخير متداخلة. هذه اللوحة أنجزتها في شهر رمضان المعظم، فيها ابتهالات والأدعية، صلاة التراويح اللي حرمنا منها في ظرف الحجر الصحي. مبدئيا أقول رب ضرة نافعة، لأنه في ظرف الحجر الصحي والكورونا نريد أن نبعث في نفوس الناس شعور إيجابي، لأنه لكي نبتعد عن هذا الوضع فيما يخص الكورونا. فأنجزت هذه اللوحات وأدخلت عليها ألوان البهجة، أنا أسميها ألوان البهجة. الحاجة كي تشوفيها مثلاً، أني أنجز لوحات تشكيلية التي كانت تأخذ مني أشهر فأصبحت تأخذ مني أيام قليلة. بعد الكورونا هناك برمجة أن نسافر إلى تركيا إن شاء الله، وثم تبرمجة إلى أبو ظبي، والغرض من هذا السفر هي المشاركة في المعارض دوليا وتقديم التراث الجزائري والثقافات الجزائرية. فخورة بهذا الإنجاز للوحات التشكيلية.